استنفار عالمي حصيلة ضحايا بازدياد وعداد انتشار العدوى في تصاعد. إنه فيروس كورونا الذي حول العديد من المدن حول العالم إلى شبه مهجورة مع اتخاذ الحكومات إجراءات صارمة لاحتواء الفيروس، إجراءات تأخرت كثيرا في بلد مثل العراق يعاني نظامه الصحي الانهيار والتهالك. الإجراءات الحكومية حاليا مستنفرة قواها، لكن الكم الهائل من التأخير الموجود عند الدولة سابقا والفساد الإداري اللي موجود في وزارة الصحة وحتى بإلغاء وزارة البيئة ودمجها مع وزارة أخرى جعل المتراكم الموجود بالحال اللي نعيشه على كاهل المواطن صعب جدا، لأنه البيئة تعبانة بصراحة، ويعني تجي تلقى النفايات في بعض الأزقة والشوارع اللي موجودة في بغداد يعني منهكة. حظر التجول الذي فرضته حكومة عبد المهدي لم يصاحبه أي إجراءات وقائية فعلية كتعقيم الأماكن العامة وتسيير فرق طبية لإجراء الفحوصات اللازمة للمشتبه بإصابتهم بالفيروس. منع التجوال اللي يسووه هسه حاليا شنو الإجراءات مالتهم؟ حيطلعون فرق طبية على البيوت؟ زين؟ حيسدون الحدود؟ أنا أسأل الحكومة هاي الإجراءات مالتها شنو اللي يسووها؟ بس منع التجوال وقاعدين بالبيوت هذا مو حل. العديد من المواطنين وجهوا انتقادات لتقاعس الحكومة وعجزها عن غلق الحدود مع إيران التي أصبحت بؤرة الوباء في المنطقة وعدم فرض قيود على العراقيين القادمين منها. أنت أيا تكون حدود المعقول، أهم شيء هو غلق المنافذ الحدودية، أهم شيء مطار بغداد لا يستقبل الناس المصابين ويجيبوهم، بالناس مصابين وديموتون. البارحة اللي المصادف يوم 15/3 تفوت الدولة طائرة كاملة من مشهد، أنا شفتهم بعيني مصابين واصلين مرحلة الموت منتهين، يعني الإصابة جايبيها وجايين، حتى الدفن مالتهم غلط هنا أنا. حتى لو كانوا عراقيين هذا حرام، أنا داشي لك أنا كادر طبي. وبينما شرعت دول كبرى في إجراءات غير مسبوقة للحد من انتشار الوباء الذي حصد أرواح الآلاف، يبقى تعامل السلطات في العراق مع الأمر دون المستوى في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشها المواطن وواقع صحي متدهور بإمكانيات طبية محدودة، ما يجعل البلاد أمام خطر متصاعد يستدعي استنفارا على جميع المستويات.